المزيد معنا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، وينضم إلينا من موسكو تنضم إلينا الزميلة أريج محمد، ومن كييف مفدنا سمير عمر، ومن زاباروجيا على الحدود مع دونيتسك مفدنا عبد الجليل بردودي. أهلا بكم. أبدأ معك مجدي بما يتعلق اليوم بالإعلان الأمريكي عدم تزويد كييف بأي صواريخ أو بأي قاذفات أو بأي أسلحة بالمجمل قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية، ماذا في تفاصيل هذا الإعلان، وهل يمكن القول اليوم أن الإدارة الأمريكية تتخذ نهجا مختلف أكثر تعقل مع روسيا؟ تسابيح، هناك من يقول أن بهذا الشكل المقتضب والصارم الذي خرج فيه الرئيس الأمريكي معلنا ونافيا أن يكون هناك أي نية لدى واشنطن لإرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى تستهدف روسيا، هناك من يقول أن هذا يعني إقرار من قبل واشنطن بأنها ستقتصر على تقديم الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا والجيش الأوكراني بدلا من الذهاب والتصعيد إلى تقديم أسلحة هجومية لديها القدرة على الوصول إلى العمق الروسي والأراضي الروسية، وبالتالي هذا سيأخذ الصراع إلى مزيد من التصعيد وأيضا قد يؤدي إلى توسيع نطاق هذا الصراع. وهنا مصادر في الداخل الأمريكي تحدثت وقالت بأن واشنطن والبيت الأبيض تحت إدارة الرئيس بايدن لا ترغب أبدا في توسيع إطار هذا الصراع أو حتى في إطالة أمده، هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى تبقى الأسلحة الأمريكية الأخرى ممثلة في صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وجافلين المضادة للدبابات والطائرات المسيرة سويتش بليدز ومدافع هاوتزر وأيضا غيرها من أنظمة المراقبة، كلها أسلحة أمريكية متقدمة تصل إلى أيدي الجيش الأوكراني. وهناك حزمة أقرها الكونغرس ب40 مليار دولار، جزء كبير منها مسخر للمساعدات العسكرية والأمنية، وبالتالي نعم الأنظمة الصواريخ بعيدة المدى نفت واشنطن الآن في هذه اللحظات نيتها عن إيصالها للجيش الأوكراني، ولكن هناك حزمة أخرى واسعة جدا من الأسلحة الدفاعية تصل إلى يد الجيش الأوكراني بشكل مستمر. تسابيح من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، شكرا لك مجدي على كل هذه المعلومات. أنتقل إلى موسكو مع زميلة أريج محمد. أريج، اليوم اتصال بين بوتين وأردوغان تحدث فيه عن الانفتاح الروسي على إيصال المواد الغذائية تعاونا مع الأتراك، ماذا في تفاصيل هذا الاتصال؟ نعم تسابيح، وفقا لما نقلته الدائرة الصحفية للكرملين من جانبها، شرح الرئيس الروسي خلال هذه المكالمة الهاتفية لنظيره التركي الموقف الروسي فيما يتعلق ببوادر أزمة غذائية كما تسميها روسيا على صعيد العالم نتيجة ما يحصل على الأرض في أوكرانيا، نتيجة استمرار العمليات العسكرية الروسية هناك والحصار الذي تحاول روسيا كما تقول حاليا رفعه عن الموانئ والبوابات البحرية لهذا البلد على طريق جعل السفن التي ربما هناك نوع من الحظر على حركتها حاليا نتيجة هذه العمليات العسكرية تتحرك بحرية أكبر. وهنا يقدم الرئيس الروسي مساعدته أو استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدة وتسهيل حركة النقل في هذه البوابات أو من هذه البوابات، ويذكر بحر أزوف والبحر الأسود وهما البحران اللذان تطل عليهما 6 موانئ بحرية أوكرانية، أيضا هي جزء من ربما العمليات العسكرية حاليا، ولا سيما ميناء أوديسا ولا سيما أيضا أتشاكف ويوجني وغيرها من الموانئ، بالإضافة إلى مدينة ماريوبل الوجهة البحرية على بحر أزوف التي سيطرت عليها القوات الروسية والانفصاليون مؤخرا. أيضا يشرح الرئيس الروسي في معرض هذه المكالمة أن روسيا ليست من وراء هذه الأزمة أو بوادر هذه الأزمة، وهي تريد حلا لها، تريد الإسهام في على طريق إيصال هذه الحبوب وإيصال هذه البضائع والمواد الغذائية إلى مستورديها في الخارج، لكن هي أيضا تشترط وتنتظر رفع العقوبات غير القانونية وغير الشرعية كما تسميها المفروضة ضدها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك لتسهيل نقل الأسمدة، لتسهيل نقل القمح والحبوب وغير ذلك إلى من ينتظرونها على البوابة أو الوجهة الأوروبية، ومن بينهم بالمناسبة الجانب التركي. طبعا بالمقابل الجانب التركي أسمع نظيره الروسي الرغبة التركية بحصول اتفاق سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني في أسرع فرصة ممكنة، وبناء على اتفاق مبدئي ربما يحصل بالمنظور التركي بين الجانبين يمكن البناء والتأسيس للقاء بين الجانبين في إسطنبول في تركيا. دعيني أريج أنتقل إلى كييف مع موفدنا إلى هناك زميل سمير عمر.
سمير، ما هو صدى الإعلان الأمريكي عدم الرغبة بتزويد أوكرانيا بأي أسلحة قادرة على الوصول إلى الأراضي السورية على المواقف في كييف هناك؟ هل صدرت أي تصريحات رسمية أو ردود فعل حول ذلك حتى اللحظة؟ يعني حتى اللحظة لم يعلق أي مسؤول أوكراني رفيع المستوى على هذه التصريحات الصادرة من البيت الأبيض، لكن بالتأكيد الذاكرة الأوكرانية ستحتفظ جيدا بهذا اليوم 96 الذي شهد إعلانا أمريكيا واضحا بأن أمريكا لن تدعم أوكرانيا بأسلحة قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية. لكن هل هذا يعني تسبيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف لمساعدة أوكرانيا؟ بالتأكيد لا. اليوم 96 حدث فيه 4 تطورات على الجانب السياسي في غاية الأهمية. أولها كلمة لزيلينسكي أمام اجتماع بروكسل، ثم أو قبل ذلك اتصال هاتفي مع زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي، وقبلها استقبل وزيرة الخارجية الفرنسية، وقبل ذلك كله كان هناك اجتماع للحكومة الأوكرانية أكدت خلاله نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية لشؤون الأطلسي والاتحاد الأوروبي على مواقف أوكرانية واضحة. كل هذه التحركات التي شهدها لهذا اليوم 96 في الحرب أهم ورد فيها أولا التأكيد على دفع الجانب الأوروبي لدعم الجانب الأوكراني بكل السبل، التأكيد على أهمية مواصلة الغرب الضغوط المتراكمة على روسيا وتوسيع دائرة العقوبات تشمل الغاز والنفط الروسي. ثالثا التأكيد كذلك على الحيلولة دون وصول أي بنك روسي إلى أي تعامل مع الخارج وطرد كل البنوك الروسية وكل المؤسسات المالية الروسية من نظام سويفت. هذه التأكيدات الواردة من كييف يقابلها دعم أوروبي صحيح، يقابلها دعم سياسي غربي صحيح، لكن حتى الآن تبقى هذه المساعدات الأوروبية الغربية من وجهة النظر الأوكرانية ناقصة ما لم تحصل أوكرانيا على دعم عسكري يمكنها ليس فقط من صد الهجمات الروسية ولكن أيضا من إلحاق الضرر ومواجهة الروس على أراضيهم. نعم سمير، والحديث الأوكراني اليوم أن المعارك صعبة ومعقدة خاصة في إقليم دونباس من زاباروجيا على الحدود مع دونيتسك. مفدنا عبد الجليل بردودي، عبد الجليل، اليوم القوات الروسية تكثف من عملياتها العسكرية لحسم معركة دونيتسك، هل هنالك أي تغيرات ميدانية لافتة على الأرض في هذا اليوم؟ نعم تسبيح، دعيني أبدأ الجانب الميداني من الشمال من خاركيف، حيث أكدت التقارير وأكد أيضا حاكم المنطقة هناك بأن روسيا تكثف قصفها وكثفت قصفها كثيرا على خاركيف، خاركيف التي قصفت اليوم وأيضا قصفت أمس مباشرة بعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى هناك. وقليلا إلى الشرق من خاركيف هناك أيضا سيفيانو دونيسك، والتي أكد الحاكم هناك أن الجنود الروس بالفعل دخلوا إلى أحيائها ودخلوا إلى طرقاتها، وحسب التقارير فهم يسيطرون لحد الآن على ثلثي المدينة، وهي مدينة مهمة جدا ليكتمل أو تكتمل السيطرة الروسية على لوهانسك في الشرق وشمال الشرق هناك. أيضا هناك التقارير تقول أن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها وتستعد للهجوم على سلوفيانسك من ليزيوم وليمن التي سيطرت عليها القوات الروسية قبل 48 ساعة. وأيضا نقلت القوات الروسية أكثر من 250 قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الأراضي التي تسيطر عليها، كما أعادت ترميم جسر السكة الحديدية بالقرب من كوبيانسك. أما فيما يخص زابوروجيا وشرق زابوروجيا وأقصى الشرق المحادي لدونباس، فإن المعارك تدور في قرية تشيرنوفي المحادية لدونيسك هناك، حيث يفصل بين الخطين، الخط الدفاعي الأوكراني والخط الهجومي الروسي، شريط عرضه 4 إلى 5 كيلومترات فقط، تشتد فيه المعركة هناك. وقد أكد لنا المكلف بالأعلام التابع للجيش في المنطقة بأن
نعم بأنهم تحصلوا على مجموعة من الأسلحة والعتاد العسكري الذي جاء من الدول الصديقة في الغرب، ما سيساعدهم في صد العملية. وآخر ما حدث أنه قد تم الإعلان من الجانب الأوكراني في منطقة خرسون في أنهم أعادوا السيطرة على بلدة ميكالويفكا في خرسون في الجنوب، في أقصى الجنوب الشرقي هنا تسابيح. ومن زاباروجيا على الحدود مع دونيتسك مفدنا عبد الجليل بردودي، ومن كييف مفدنا سمير عمر، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات.